أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن بعض عائلات قطاع غزة نجحت في العودة إلى الشمال عبر شارع رشيد بأعداد كبيرة. وأوضح مراسلنا أن أعدادا كثيفة من العائلات تحاول العودة إلى شمال القطاع. إذن هذا هو الخبر العاجل الذي أفاد به مراسلنا بأن بعض عائلات قطاع غزة قد نجحت في العودة إلى الشمال عبر شارع الرشيد وبأعداد كبيرة، وما زالت هناك أيضا أعدادا كثيفة من العائلات التي تحاول العودة إلى منازلها ومناطقها مرة أخرى إلى منطقة الشمال، الذي من المعروف أنه يعاني من حالة نقص شديدة للغاية في ضروريات وأساسيات الحياة، ويعاني غيابا تاما للخدمات الصحية من جهة، وكذلك أي من مظاهر الحياة أو الوسائل المعينة لاستعادة الحياة مرة أخرى في هذه المناطق. إذن هذه الصور التي تظهر عددا من العائلات وهي تسير طبعا على الأقدام نظرا لصعوبة التنقل بين مختلف مناطق قطاع غزة التي باتت مسرح للعمليات العسكرية وساحات قتال مستمرة للجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال في قطاع غزة، وهم يحاولون العودة إلى مناطق الشمال. وبالفعل نجحت بعض العائلات في الوصول إلى هذه المناطق، وأعداد أخرى تحاول الوصول عبر شارع الرشيد إلى منازلهم في الشمال.